الشباب كانوا في الأول متضايقين وهم داخلين، لكن الحقيقة إنه الريس شجعهم وسلم عليهم واحد واحد. ويعني أظن إن هذا اللقاء كان لقاء مهم جدا بالنسبة لكلهم، ليهم كلهم. وادي كوبر وهو بيسلم على الرئيس السيسي وبيحييه. خلينا نسمع ما قاله الرئيس السيسي النهاردة لأبطال المنتخب الوطني، إزاي شجعهم وحياهم وقال لهم أنتم أحسنتم وأسعدتونا. اسمحوا لي ان انا اوجه لكم جميعا كل التحيه والتقدير والاحترام، مش باسم انا بس، باسم وباسم كل المصريين. انا عايز اقول لكم على حاجه، انتوا اسعدتوا مش بس المصريين، الجماهير العربيه وناس كتير قوي كانوا متابعينكم. وبصراحه هقول لكم حاجه، انتم احسنتوا. وهقول لكم كلمه تانيه، من فضلك ارفع راسك، ارفع راسك. لما حد منكم يقول انا لا لا، احنا مقدرين، احنا بقى لنا سنين طويله جدا، 6 سنين ولا 7 سنين، واحنا اما اتحقق انا بالنسبه لي اذا كان طبعا مني راي كل المصريين، لكن انا بالنسبه لي والله كتر خيركم وشكرا لكم احسنتوا. احنا لازم انا مش اتالم ان انتوا متالمين، انتوا بذلتوا جهد كبير قوي، جهد كبير قوي اتبذل، حقق كتير جدا، فده كلام مش مجامله لكم ومش ترضيه، ده كلام تقدير حقيقي لكم باللي انتوا. وطبعا ان شاء الله الايام اللي جايه اكتر وجهد اكبر، وتحققوا كل الامال ليكم وللمصريين.